تصنيع بقى منتج مصري. بدأنا المصنع من 2016، ده في منتجات 100% عندنا بنصنعها مصري. المصنع على مساحة 2500 متر، احنا عندنا في المصنع هنا 550 عامل. بننتج لمبات بجميع مقاساتها، لمبات الليد بجميع مقاساتها، بنالات والاسبوتات، كل الاضاءة الليد اللي تخص البيت عامة، خرطوم الليد اللي بيبقى في السقف الساقط، تمام، بمفاتيحها بالسيريال كامل بكذا مفاتيح. ومراحل تصنيع اللمبة، اللمبة مكونة من أجزاء من البلاستيك، زي ما في اللي هنا الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. طبعا اللمبة ضد الكسر، يعني ما تتكسرش نهائي، مصنعة من خامات ضد الكسر وضد الاشتعال. ده بيبقى اسمه مكن حقن، مكن حقن بيحقن هنا هون. دي اللمبة من جوه، مكونات اللمبة من جوه. الشبايات دي احنا بنستوردها من الصين، في اللي هو الدرايفر الداخلي بتاعها، تمام. البلاستيك احنا بنصنعه في مصر هنا، طبعا ده بيدخل على مكن حقن بيبقى خام بلاستيك، تمام، بنحطه في مكن حقن بيطلع الكفر ده او بيطلع الجسم ده بتاع اللمبه. عندنا المكن الاوتوماتيك بيجمع 2400 لمبه في الساعه، المكنه الواحده. احنا بنعتمد فيه على التكنولوجيا، يعني بنواكب التكنولوجيا بتاعت بره. في اتفاقات بيننا وبين مصانع بره، تدريب العماله وتدريب المهندسين عندنا. احنا في ناس عندنا بتسافر بره بتتدرب وبترجع لنا تاني، وبنجيب مهندسين من بره بيجوا يقعدوا عندنا هنا بالشهر. الاضاءه بتاعتنا كلها الليد الجديده عباره عن تكنولوجيا، فالتكنولوجيا دي بتتطور دايما على طول. احنا عمر اللمبه بتاعتنا 30,000 ساعه، واحنا بدانا في التصدير، بنصدر الاردن وصدرنا الجزائر، تمام، وان شاء الله في المغرب، في وكلاء في المغرب وفي نيجيريا وجنوب افريقيا. هو احنا نسبه البطاله في بورسعيد يعني قليله، يعني مش النسبه، مش البلد اللي هي عاليه في البطاله. المصانع اللي فتحت في بورسعيد في المنطقه الصناعيه وفرت فرص عمل كتير. يعني انا يعني الواحد بيتمنى اللي هو يشوف بورسعيد زي دبي الثانيه او هونج كونج، بلد تكون بلد صناعيه وبلد سياحيه في نفس الوقت. اتعب وانت صغير هترتاح وانت كبير.